نعم. هل تراجع أداء محرز عطل عطال، يعني عطال لم يجد مع من يلعب على الجهة اليمنى، هل هذا الأمر أيضا أثر في مردود عطال؟ وهل تعتقد الآن أن على الناخب الوطني الآن أن يحمي رياض محرز ليس بإدراجه أساسيا وإنما بوضعه على دكة الاحتياط؟ والدكة ليست عيبا، يعني البعض يقول كيف للاعب عظيم وكبير مثل رياض محرز أن يبقى في الاحتياط؟ أنا أعتقد بأنه يعني توضع في الاحتياط من أجل حمايته، لأنه هذا الأداء الذي يقدمه رياض محرز يعني لو ما تشوفش وجه محرز لا يمكنك أن تصدق أبدا بأن هذا هو رياض محرز. رياض محرز صحيح قدم الكثير والكثير للمنتخب الوطني الجزائري، ولكن يمر الآن بظروف صعبة ولا يقدم شيئا. صح محمد، يعني تراجع مستوى رياض محرز طبيعة الحال، هم في نفس الخط، المدافع الأيمن دائما ما لازم يكون عنده اتصال مع المهاجم الأيمن اللي هو رياض محرز. نعرفه أن رياض محرز لاعب يساري دائما ما يدخل في العمق ويخلي يعني الكولوار، يخلي الرواق لعطال. ما شفناش هذا التناسق فيما بينهم، مع أن يعني الجهة اليمنى كانت قوة من بين القوات للمنتخب الوطني. دوك يعني من مباراة إلى مباراة كما تكلم لك عليه، لازم يزيد يلعب المباراة الثالثة عطال لكي يزيد يدير مباراة ثالثة في الأرجل. هذا شيء جد مهم بالنسبة لعطال باش يكون في جاهزية أكبر في المباريات القادمة. ومحرز لما تتكلم تقول يريح يعني في الدكة، بنك الاحتياط لاعبين كبار، لما تكلمت لي وقلت لي كريستيانو رونالدو وجلس في بنك الاحتياط. المدرب يعني مخطئ في قراره أو صائب في قراره، أي لاعب لازم يجوز على البنك الاحتياط، لأن معروف أن لما تكون في أنت في مكان بالماضي تضع محرز على الدكة أو لا؟ تكلمنا محمد، سألتنا قلنا باللي احنا نتمنى ونشوفوا أدموا الناس دوك لما نتكلموا، يعني لما نتكلموا مباشرة. هل تتوقع أن يفعلها بالماضي في المباراة الثالثة ويمنح أدموا الناس الفرصة منذ البداية؟ يقدر يفعلها، لأنها مباراة ضد المنتخب الموريتاني. المنتخب الموريتاني مع كل احتراماتنا لهذا المنتخب هو متواضع بالمقارنة بالمنتخب الأنغولي والمنتخب البوركينا فاسو. نقدر نقول لك راح تكون يعني بعض التغييرات لكي يعطي طون دو جو للاعبين آخرين. هذا شيء جد مهم ويعطي راحة للاعبين اللي يلعبوا المباراة. توافق مترف؟ محرز سيكون أساسي أمام موريتانيا، سيبقى أساسيا. نعم سلام. بالنسبة للناخب الوطني يشوف فيه لاندي كادغة تاع الإيكيب ماش كيتشينها، بالنسبة له هو محرز مندي بن طالب تتصل زانتو شابل في الإيكيب ناسيونال، لذلك أعتقد بأنه سيكون أساسي أمام المنتخب الموريتاني. شأنه ربما بن سبعيني أيضا، لكن بن سبعيني سيغيب بسبب العقوبة، لذلك سيكون هناك تغيير آخر. حتى هو قبل، لو تتذكرون جيدا، قبل مباراتي الموزمبيق والصومال كان كلارينا تحدث على اللاعبين اللي تدخل سيدي جوار أنتو شابل في الإيكيب ناسيونال، قال لك أنا بالنسبة لي بن طالب مثل محرز. مو باسكو الناس راهي تهضر على محرز، راهي تهضر على بن طالب في المباراة الأولى، لكن حتى مندي منذ بداية هذه الدورة في المباراتين إني باراسيرون إلا ريف با فوار هذاك لو ريتم. حتى الدور لما تقارن مندي هاد كأس إفريقيا ومندي كأس إفريقيا 2019، اختلاف كبير بينهما، لأنه في ذلك الموسم في ريال بيتيس كان يلعب وكان حاكم لافورم، عنده لي ماتش في رجله. كأس إفريقيا هذه لما جاء أصلا هو جاء بعد غياب من 13، أعتقد من 13 نوفمبر هو غائب إلى غاية 10 ديسمبر، ضرب قريب شهر ما لعبش، بعدها لعب مباراة الأولى الثانية وجا دخل مباشرة في تربص المنتخب الوطني وأساسي. لذلك انا با اونكور لو ريتم دي ماتش عيسى مندي، ما لما باش نعطيو لكل واحد حقه في هاد المباراتين. مندي جوسكا بريزون مندي واللاكس اونتيرمون مازال ما شفناش هذيك لاسيرونس مثلا اللي كانت في كاس الامم الافريقيه في مصر 2019. تحس بلي عندك دفاع قوي وفي دوره مغلقه مثل هذه لا بريمير لين اللي لازم تكون قويه باش تروح بعيد في الدوره هي خط الدفاع. نعم. حفيظ الدراجي المعلق الجزائري المشهور يتساءل يا بلال، قال بعض الجزائريين كانوا ينتقدون غوارديولا عندما يضع محرز في الاحتياط، واليوم ينتقدون بالماضي لأنه يقيمه أساسيا، يعني أين المشكلة؟ هل هي في غوارديولا أم في بالماضي أم في محرز؟ والله شوف المدرب هو أدرى
كما نقول بالتشكيله اللي راهو يونطرينيها. اليوم كي نقول انا اليوم اسمعني مليح، نعم تفضل. اليوم كي تخرج يخلص لو بريمي ماتش ويخرج واحد احسن لاعب في المقابله، والمقابله الثانيه تلقاها في دكه البداله، انت راك تشوف تضحي. اليوم راه بونجاح خرج احسن لاعب في المقابله، نعم راح تلقاه في المقابله الثالثه رومبلاسون. لا اظن معليش، اليوم درنا ربع تغييرات، البريمي ماتش درنا 5 شونجمون، اليوم درنا 4 شونجمون. الشونجمون اللي درناهم لي 5 شونجمون تاع البريمي ماتش فغولي ما كانش، اليوم فغولي كان تيتيلر اساسي بسبب الاصابه الطارئه لبن ناصر، لم يكن اساسي. نعم علاه لم يكن اساسي؟ نعم علاه لازم هذا لازم هذا؟ هاني قلت لك المدرب هو، لو قلت لك رانا هنا رانا في خمسه، لو كان كل واحد نعطي له ورقه دوكا نمدوا ورقه نقول لك دير لي 11 هام 11 هاك دير لي 11 اللي يدخلوا البروشان ماتش مع موريتانيا، بوتيت في خمسه ما نديروش تشكيله واحده. صح اليوم المدرب عنده اللي راهو عنده البدلاء، مام عنده ناس اللي بداوي اللي الاخر اللي ميليو تيرا اللي راهم. نقول اليوم هو المدرب هو اللي على باله وين راه اللي يقحم في الديبي وين راه اللي يكمل المقابله، يعني تريز امبورتون سورتو في الوقت هذا. والله واش على محرز، البعض يقول يجب ان يحلل الدكه، والبعض يقول بانه قائد المنتخب ويجب ان نعطيه ثقه رغم مردوده الهزيل. اليوم ماشي ما نقولوش لي دو ماتش سي فري، لو بريمي ماتش لو دوزيام ماتش، البريمي ماتش ما كانش وما تبدلش، لو دوزيام ماتش اليوم تبدل، بوتيت لو تروازيام ماتش يدخل تيتيلار، مو جو سير بوتيت يدخل تيتيلار. نقول اليوم الاصابه تاع صلاح لو دوزيام ماتش، الاصابه تاع صلاح لو روندمون اللي كانوا البريمي ماتش والمقابله حتى 40 دقيقه، الدوزيام ماتش حتى 40 دقيقه مع صلاح، ولا لو روندمون تاع الفريق تاع المصري في الدوزيام ميطون. نعم فرق شاسع بين لو بريمي ماتش والميطون تاع اللي داروها والدوزيام ميطون، فرق كبير بيناتهم. بدون صلاح كانوا احسن ولا افضل. اليوم سي لا موتيفاسيون تاع اللاعبين، يقول لك حنا خرجنا لانديمي راتاكومون. هل تلمح بان اليوم المنتخب ربما قد يكون افضل بدون محرز؟ هل هذا هو تلميحك بلال؟ والله ما نجموش نسبقوا الاحداث. اليوم بالك لو كان ما يكونش محرز بالك ما لعبوش مليح، بالك تروزيام ترك مدرب بلال لو كنت مكان بالماضي تجدد في أنا تجدد معليش كل مومو انا محمد لعبت بالماضي لعبت اربع كؤوس افريقيه، تلعب اربع كؤوس مدرب تاع لا سيليكسيون، انا مدرب تاع فريق بحجم بلعكلون. لعبت ربع كؤوس افريقيه، قل لي محرز يستاهل يبقى اساسي ام يحل الى الدكه؟ لو كونتوني تاع لي دو ماتش، لو كونتوني تاع لي دو ماتش يتبدل يتبدل لو كونتوني تاع لي دو ماتش، جو دي بيان لي دو ماتش هادو يتغير في المباراه يتغير.